ننتقل لموضوع جديد بيسرع التريدينج. خلاص خلصنا موضوع الأوفر فيتينج، كيف نمنعه؟ أخذنا 3 طرق، إيش هي الطرق هذه؟ ريجولايزيشن، دروب أوت، وديتا أوجمنتيشن. تمام؟ نيجي ل إنه إحنا بدنا نسرع التريدينج. لتسريع التريدينج بدنا نستخدم يعني نعمل نورماليزنج للديتا. هنشوف ليش النورماليزيشن ممكن انه هو يسرع التريننج بشكل كثير كبير. لنفترض انه انا في عندي تو variables x1 و x2، وهي البلوت تبعهم بهذا الشكل. تمام، هلقيت النورماليزيشن، ايش بدي اسوي؟ بدي اعمل عمليتين، بدي اخلي البيانات انه المين تبعهم زيرو، واعمل نورماليزيشن للفاريانس. كيف ممكن انا اسوي الشغله هذه؟ كيف اخلي البيانات انه المتوسط تبعها زيرو؟ كيف؟ كيف بدي اخلي البسط زيرو؟ البيانات انا عندي مجموعه من البيانات، الايج مثلا على سبيل المثال، قديش الرينج تبع الايج؟ قديش الرينج تبع الايج؟ قديش ممكن؟ قديش؟ من 0 ل 100، كتير متفائل. تمام؟ طيب الايج تبع البني ادم، لا population يعني انه سكان. طيب قديش المتوسط تبعهم؟ 50 النص؟ لا أقل، لا أقل، لأنه صحيح الشباب أكثر، نسبة الشباب أكثر يعني. صحيح. لقيت أول خطوة انه انا عشان اخلي المتوسط، احنا حكينا لنفترض انه المتوسط 25. تمام، اذا بدي اخلي المتوسط زيرو ايش ممكن اسوي؟ اول حاجة بدي اجيب المتوسط، المتوسط طلع معي 25. بعدين كل قيمة الاكس القديمة ايش بتساوي؟ الاكس الجديدة ناقص المين. وين اخذته؟ فبالتالي هيك بصير انه المين تبعها زيرو. طيب والفاريانس كيف؟ حكيت هذا زحناها لتحت، خلينا المين تبعها زيرو. تمام، الشغلة الثانية ايش بدنا نسوي؟ لا اكس واحد واكس اتنين، يعني اكس واحد واكس اتنين صار المتوسط تبعهم زيرو. تمام، هلقيت الفاريانس تبعهم، في فاريانس كتير كبير، في تباين صح؟ كيف بدنا نقلل التباين؟ بجيب الفاريانس اللي هو سيجما سكوير، والمعادلة تبعته بقدر أجيبها بمعلومية المين. تمام، بروح إنه كل قيمة في إكس بروح بقسمها على سيجما سكوير اللي هو الفاريانس. تمام، فبالتالي بصل للرسمة الثالثة، إنه أنا هذه الداتا سيت انه اكس 1 واكس 2 المتوسط تبعهم زيرو و الفاريانس تبعهم 1. تمام، طبعا هذا الكلام بدي اطبقه على التيست، وعشان اطبقه على التيست على اي مين وعلى اي سيجما راح استخدم؟ المين والسيجما تبعت التيست ولا المين والسيجما تبعت الترين؟
تبعت الترين، تمام؟ كيف؟ بالضبط، المفروض انه احنا ما نحكيش معاه بالمرة، تمام؟ يبقى فهمنا انه احنا كيف ممكن نعمل نورماليزيشن. يبقى النورماليزيشن بحول متوسط مراكز، بحول مراكز البيانات الى الصفر، مراكز ثقل البيانات الى الصفر، وبخلي التباين تبعها واحد. طيب ليش النورماليزيشن بيسرع التريننج؟ خلينا نشوف. بغير انه هو اسرع في الحسابات، انه في خوارزميه الجريدينت، في تحديد الاتجاه. يعني انا بدي اعمل، بدي احسب الجي، بدي اعمل مينيمايز للجي بمعلوميه الدبليو والبي، تمام؟ لما يكون انه النورمالايز بيكون انا عندي شكل الكونفكس، انا عندي بهذا الشكل، تمام؟ لو بدي ارسم الكونتور لاين، وانتم متخيلينه كصحن زي هيك، تمام؟ لو بدي ارسم الكونتور لاين لهذه، انه حيكون شكله زي هيك. فانا لو كنت في النقطه هذه مثلا على سبيل المثال، فلما بدي احسب الجريدينت بدي احسب الاتجاه اللي انا بدي اتحرك فيه، وبدي اعمل تغيير بمقدار ضئيل، فاتحركت هنا، بعدين بحسب الاتجاه انه لا مش هذا الاتجاه الصحيح، هيك الاتجاه الصحيح. فبالتالي لما بتحرك لادنى نقطه انا عندي بشكل متذبذب، بصير في انا عندي اوسيليشن. بالضبط بالضبط، فبياخذ اتريشن اطول. فكيف لا، بينما هنا لما كان نورمالايزد انه بيكون الشكل انا عندي زي هيك، فبالتالي انه شكل الكونتورز تبعت هذه الداله بيكون بهذا الشكل، فبالتالي انه الاتجاه واضح انا عندي، فالستبس حتختار بشكل اقل، بدل ما انه اضلني اروح يمين وشمال يمين وشمال لغايه ممكن يكون انه بسبعه او بسته او باقل بكثير يعني. فموضوع النورماليزيشن مهم جدا. لا طبعا، ما دام انه انا بطبق النورماليزيشن انا يعني قبل ما اعمل بريدكشن على التست ديتا، ما فيش مشكله. طبعا لنتخيل انه انا عندي، طبعا طبعا هنا بوضح انه السكيل تبع المتغيرات، انا عندي يعني اكس واحد من واحد لألف، اكس اتنين من صفر لواحد، في اختلاف كتير كتير كبير في السكيل بيناتهم، تمام؟ فبنحول الاثنين لرينج من ماينس واحد لواحد، هيك بيكون المين زيرو والفاريانس واحد في الاتجاه، تمام؟ لو ناخد مثال تاني، انه اكس واحد الرينج تبعه من صفر لواحد، اكس 2 من ماينس 1 ل 1، واكس 3 من 1 ل 2، هل في اختلاف في السكيل بيناتهم؟ مش كتير، تمام؟ فبالتالي انه التطبيق اي نعم انه هو بيحسن، ولكن انه مش زي ما يكون انه انا عندي هنا انه الاختلاف في السكيل انه بدرجه كتير كتير كبيره زي هيك. زي ايش ممكن يكون في عندي اتريبيوت فيها اختلاف في السكيل؟ يعني ممكن يكون انا عندي الايج زي ما اتفقنا، على سبيل المثال انه انا اخذت population من طلاب الجامعه، طلاب الجامعه انا عندي قديش الاعمار تبعتهم، كل الطلاب من 18 ل 30، يعني اللي فوق ال 30 ممنوع يدرس دكتوراه وماجستير، ده ال50 ماشي، بعد ال50 يعني ايش بده يسوي في الماجستير والدكتوراه، تمام؟ ونيجي للانكم، هذا اتريبيوت ثاني. طبعا الانكم هنا المقصود فيه يعني بغض النظر انه الانكم تبع الستودنت نفسه، او لو كان انه هو بما يعني فاينانس هيم سيلف يعني في الماجستير والدكتوراه، او انه اذا كان يعني بكالوريوس واهله ان هم بيدفعوا له، فبالتالي الانكم هنا قديش بتراوح الانكم؟ الدخل السنوي عاده ان هو يقاس. لنفترض انه في اسوء الاحوال يعني انه قديش بياخذ؟ بياخذ 600
600 دولار. ايش ضرب 12؟ لسه ما خلصتش. قديش؟ 400. بدكم هاي 400، تمام. 400 في 12 قديش؟ 48,000. 4,800، تمام. فممكن يكون انه المينيموم 4,800، واللي بدي افترض انه هو بياخذ 1000 في الشهر، فبالتالي 1000 في 12 فبتصير انه 12,000، 12 كي. فبالتالي الرينج تبع هذا 12,000 لغايه انه الماكسيموم هنا 50، انه في تمام. فالنورماليزيشن هنا بيكون انه مفيد جدا في، وبيسرع التريننج بشكل كثير كبير. انه في تباين انا عندي في عدد الرومز 3 4 5، والبرايس تبع الهاوس يعني فوق ال 40,000. كيف؟ ايش هو اللي بتقسميه على 1000؟ بس تقسيم على 1000 يعني انه هذه الطريقه افضل بكثير. يعني الطريقه هذه انه اوكي، ممكن انه هي اوكي بتعمل انت بتعمل سكيل، كنت يعني انه انت زي هيك، لكن النورماليزيشن انه عاده انه يعني في اكثر من طريقه للنورماليزيشن. في عندي زي سكور نورماليزيشن، انه انا بحول من صفر لواحد، بس افضل حاجه انه تكون المين زيرو والفاريانس واحد، اللي هو ماينس واحد وواحد. احنا حكينا انه اضافة طبقات هو لحاله بتعلم الفيتشرز هذه، مش ما فيش داعي نعمل فيتشر. لا لا لا، النورماليزيشن مش فيتشر انجينيرينج. النورماليزيشن نورماليزيشن، والفيتشر انجينيرينج فيتشر انجينيرينج. فيتشر انجينيرينج زي ايش مثلا؟ انه انا اعمل ديرايف لا من يعني اجيب انفورميشن من اتريبيوت اضيفها، يعني مثلا مثلا انه زي هيك. او ممكن على سبيل المثال لنفترض انه انا عندي هوتيل ريزرفيشن داتا سيت، وانا محطوط انا عندي الديت تبع الريزرفيشن، فبالتالي انه لو بدي اعمل فيتشر انجينيرنج الديت هذا بدي اعمله بارسينج واحوله لسيزون، انه السيزون هذا في فصل، يعني انا مقسم الموسم السياحي لاقسام، في وقت الذروه او مش في وقت الذروه، او في فصل الصيف او في فصل الشتاء. هذا الكلام انا ممكن ما اسويه في الديب ليرنينج، لانه هو لحاله يفترض انه هو يتعلم انه من الديت هذا باضافه في لايرز اضافيه، انه انا في عندي لاير بيكون مسؤول انه هو يعمل يعني انه هيدن فيتشر له علاقه بالسيزون. يعني ممكن تمام.